في هذه الدورة هنتعرف على مجموعة نقاط تحول المرأة أو الشخص اللي عنده لغتين متعلم مثلا في سواء في الإعداد بكليات اللغات المترجمة، سواء بالشكل الذاتي، سواء بنظام الطفل أو في أي من اللغات، وبالتالي بيرغب في الاندراج أو الدخول في سوق العمل في الترجمة. من هنا بنحب إن إحنا نتعرف ما هي المسارات التي يمكن الدخول فيها، وأيضا التعرف على كيفية الاندراج أو الدخول في سوق العمل. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نبدأ من البداية. إن هناك اتفقنا إن هناك حلقة مفقودة ما بين الإعداد الأكاديمي أو النظر في مجال الترجمة، سواء بإعداد لغتين أو كذلك نظرية الترجمة، دراسة النظرية في مجال الترجمة، وبين إن أنا أنخرط في سوق العمل سواء العمل في الترجمة التحريرية أو الترجمة الشفهية بكل مشتقاتها حتى الترجمة الفورية. من هنا إحنا نتعرف في هذه الدورة على هذه الحلقة المفقودة ومسارها. أيضا اختيار المسار المفيد. في فرق ما بين شخص وآخر في السمات الشخصية في دخول العمل، وقد أكون أنا أفضل في هذا المجال والآخر أفضل في مسار آخر. لذلك كيف يتم اختيار المسار المفيد والمتخصص من مسارات العمل في مجال الترجمة؟ ولابد إن أنا أتعرف على متطلبات كل مسار من مسارات العمل. إيه هي المتطلبات؟ لأن إذا تعرفنا على متطلبات هذا المسار هنقدر نحددها وفق القدرات والإمكانات سواء اللغوية أو المهنية اللي بتتناسب معاه. فهم وتحليل آليات سوق العمل في مجال الترجمة. أي مجال العمل فيه في أي مجال له آليات. هذه الآليات لابد إن أكون على دراية بها قبل الانخراط في سوق العمل. وليس فقط هذا، ولكن أيضا وضع خطة لتطوير مستقبلي، لأن أي مهنة بتتطور، وهنشوف هذا الأمر بالنسبة لمجال الترجمة. إذا اختيار المسار، متطلبات هذا المسار، آليات سوق العمل في هذا المسار، وتقويم وتطوير هذا المسار. كذلك في فجوة بين القدرات والمتطلبات. الفجوة هذه هي كيف يتم صقل قدرات مهنية ومهارات عملية لأن أنا أكون متميز في مجال الترجمة. الأمر مش موضوع إن حد بينقل لغة إلى لغة، ولكن هنكتشف أنه ليس فقط النقل اللغوي، ولكن أيضا عندنا نقل ثقافي ومعرفي من مجتمع إلى آخر. لابد إن أنا هنا عملية الترجمة هي عملية نقل من فكر المتحدث أو الكاتب الأصلي للغة المصدر، وكيفية نقلها بأسلوب وبطريقة يفهمها المتلقي صاحب اللغة الهدف. يعني إذا كنت بتنقل من الإنجليزية أو الفرنسية إلى اللغة العربية، فتأخذ من الثقافة الأجنبية إلى الثقافة العربية، فلابد أنك تراعي هذا النقل. بالتالي هذه الفجوة بين قدراتنا المهنية والمهارات العملية ومتطلبات المهنة اللي مطلوبة إن أنا أؤدي دوري بالشكل الصحيح، هذه النقطة أيضا بنحاول معالجتها في هذا الوقت. برنامج هيكون فيه أنشطة تدريبية، مش كل يعني لابد ان نكون مستعدين ايضا باوراق ومستعدين ان احنا هنعمل بايدينا، لاننا لابد ان احنا نكون منغمسين في العمل بايدينا. مش كل الوقت هنسمع كمحاضره، ولكن هو تدريب بمعنى ان احنا هنستطيع ان احنا
في النهاية نعمل نوع من العصف الذهني لمشروع عمل في مجال الترجمة. ننطلق بإذن الله كده في السيشن الأول، مسارات العمل في مجالات الترجمة المتاح والمتاح. يمكن من العنوان ايه هي المسارات، عايزين نتعرف. انا عايز الناس تبدا تفكر معايا ايه هو مسار العمل في مجال الترجمه. البعض يعتقد ان مجال الترجمه هو ترجمه، تعطيني نص وترجمه، ولكن الكلام ده اصبح النهارده في القرن الحادي والعشرين كلام خاطئ. لكن هناك مسارات متعدده ومتنوعه في مجال الترجمه. من حقنا ان انا وانا بدخل في سوق العمل في مجال الترجمه ان انا ارى ما هو الملائم والمناسب لشخصي بحد. طبعا هنتعرف على سوق العمل في مجال الترجمه سواء على المستوى المحلي اللي هو الوطني داخل المملكه العربيه السعوديه، واقليميا ممكن يكون على طبعا المستوى العربي والاسلامي، والدولي او العالمي على المستوى العالمي. هل من الممكن ان انا اخطط ان انا ادخل سوق العمل على المجال الدولي؟ طبعا، وتبنى مؤسسات في هذا الشان، والحقيقه امر مهم. طبعا لازم تحدد المسار المتوفر في سوق العمل على المستوى الفردي والمؤسسي زي ما اتفقنا، ومعايير اختيارات المسار الملائم لقدرات الفرد المعرفيه ومهاراته العمليه. ده امر مهم جدا. ان احنا بنقول دخول في مجال الترجمه لابد ان يكون وفق القدرات المهاريه المعرفيه لدى الفرد. احنا علشان ننخرط في هذا الامر، والسيشن ده مهم جدا، احنا هنجاوب على السوات او الخمسه دبليو زائد اتش، اللي هم ماذا وات ومن و ومتى وين واين وير، والماذا واي وكيف هاو. الخمسه 5 دبليو بلس اتش. هنشوف مع بعض المسارات بهذا الترتيب. شوف كده مع بعض مسارات العمل المتاحه في مجال الترجمه. احنا هنصنفها في اربع محاور. المحور الاول هو مسار العمل في مجال الترجمه التحريريه. مجال العمل التحريري. في مجال العمل التحريري طبعا عند حضراتكم عدة مسارات. نتابعها كده مع بعض. طبعا الترجمة التحريرية، ثاني هي الترجمة الشفهية، بعد التدريب على الترجمة وتقنياتها وتقنية الترجمة. تعالوا نشوف الفرق ما بينهم، هم الأربعة. الترجمة التحريرية الحقيقة ما هيش مجرد ترجمة بيبرز او تكست او وثيقه، لكن من الممكن ان يكون عندي سواء داخل مؤسسه حكوميه او في مكاتب خاصه عندنا الوثائق المعتمده. يعني ايه الوثائق المعتمده؟ يعني انما الترجمه عندي معتمده من عده جهات او من جهه محدده، مثل السفارات، الوزارات، الهيئات الدولية، يكون واخد عندي نوع من الترخيص أن هذه الترجمة الصادرة عن فلان أو عن المؤسسة الفلانية تكون ترجمة معتمدة. ومن هنا الوثائق دي حاجة مهمة جدا، إن احنا لما بندخل لسوق العمل لازم نسعى إن يكون عندنا اعتماد للترجمة. طيب طبعا لها عدة خطوات علشان يكون عندي اعتماد.
المطار الجزء الثاني داخل الترجمه التحريريه والمطار الفرعي الثاني هو النشر الاكاديمي. كثير من اللي بينخرط داخل مجال الترجمه التحريريه بيتوجه نحو النشر الاكاديمي، يعني عندي مجموعه كتب سواء اجنبيه او عربيه بيتم الترخيص بترجمتها من دور النشر، وباخد حق الترجمه وابدا اترجمها واطرحها في المكتبات سواء باسمي او باسم المؤسسه. ومن هنا ده نشر اكاديمي ممكن يكون في مجال محدد، يعني ممكن يكون المترجم مثلا في المجال الطبي او المترجم في المجال الهندسي او في المجال الاجتماعي او في المجال التربوي. ها يبقى انا هنا بطلع كتاب مترجم ممكن يكون وفق معايير جهه محدده او من الممكن يكون عمل خاص. ولكن هنا احب ان انا انبه ان كثير من دور النشر لا تتعامل مع افراد في هذا المجال ولكن مع مؤسسات، وبالتالي الافضل ان انا يكون الكيان اللي بتعامل من خلاله هو كيان مؤسسي. ايضا الترجمه المرئيه اللي هو السبتايتل او السوتيتراج لو بتتقال بالفرنسيه، طبعا الترجمه المرئيه اللي بنجدها تحت اللي ممكن الوثائق المرئيه في التلفاز او الافلام او الى اخره تكون ترجمه اسفل الشاشه. ايضا ترجمه المواقع الشبكيه، وده عمل مهم جدا عبر الانترنت، وكثير طبعا تكون مؤسسات افتراضيه اللي بتعمل فيها، بحيث ان ممكن يكون مجموعه افراد بيكونوا مؤسسة صغيرة للترجمة عبر الإنترنت. وكثيرا من شركات الترجمة الآن شركات افتراضية ليس لها مقر على الأرض. ده في مجال الترجمة التحريرية، والحقيقة أنه هو مجال غني. طيب احنا بنتكلم في مال، لكن ايه الأسباب بقى أو قدراتك ايه أو إمكاناتك أو كذا، ده هنجيب عليه من خلال باقي التساؤلات. ولكن دعونا في ماذا لما نعرف نتعرف الاول على المسارات. المسار الثاني هو الترجمه الشفهيه. ليه بنقول الترجمه الشفهيه؟ لان الترجمه الشفهيه بتبدا من الترجمه المنظوره اللي هي يكون امامي النص وبترجم، ومن هنا الترجمه تكون ترجمه وانا ارى النص الاصلي، فهنا بنسميها ترجمه منظوره. وايضا هناك الترجمه التتابعيه، وهي الترجمه اللي بتعني ان المتحدث بيتكلم جزء ثم يتوقف ليعطي فرصه للمترجم انه يترجم ثم يعاود الكلام مره اخرى. هناك ايضا الترجمه المهموسه، ان يكون في ندوه او في لقاء او في ميتنج ويكون احد الاشخاص يتحدث لغه مختلفه، بنجلس جنبه احد المترجمين يهمس له بالترجمه، يعني كانه مترجم خاص. هناك ايضا الترجمه الفوريه اللي بتكون غالبا في المؤتمرات وفي زي الامم المتحده وجلسات الامم المتحده الى اخره. وكذلك طبعا الترجمه المتلفزه الموجوده. طيب تعالوا نشوف كده ممكن اشتغل في مجال في الترجمة الشفهية. ممكن تكون ترجمة الوفود، دي أبسط حاجة لأنها بتكون دور اجتماعي شوية، إن الترجمة الشفهية هنا يعني ترحيب، سؤال وإجابة، إذا بتكون الترجمات بسيطة. فالبيجنر الناس المبتدئة من الممكن تبدأ بترجمة الوفود، بإن أنا أرافق مثلا ضيف، هناك ضيف للمؤسسة بيتحدث مثلا إنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية إلى آخره، وأنا بعرف هذه اللغة وبالتالي بقوم بمضيفته. هنا نسبة الخطأ يعني غير مؤثرة بعكس مثلا المؤتمرات أو الجلسات الرسمية. ومن هنا ترجمة الوفود أو الضيافة طبعا هي تعتبر للمبتدئين مجال خصب جدا وحقل خصب إنه يتمرن فيه عملية. هناك ترجمة المحاكم والمستشفيات. بعض المذنبين أو المعرضين للمحاكمة من الممكن يكون غير عربي،
يعني بيتحدث لغة أخرى، ومن هنا بيحتاج داخل المحكمة إلى مترجم. ومن هنا الحقيقة الترجمة لابد أن تكون دقيقة، على قد ما هي بسيطة إلا أنها لابد أن تتسم بالدقة، لأن الترجمة في المحاكم كل كلمة لها وزن يمثلها تماما ترجمة المستشفيات للمرضى. إن أنا أرافق مثلا أحد المرضى العرب يتحدث اللغة العربية في رحلة إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو كندا إلى آخره، أو في ألمانيا بيجري عملية وبيحتاج مترجم، لأن طبعا هيتعامل مع طبيب ومع طاقم طبي بيتحدث لغة أجنبية وإلى آخره، وبالتالي المترجم مطلوب غالبا في أزمة، طبعا بالإضافة لترجمة المؤتمرات والترجمة المتلفزة اللي بتكون على الهواء، ودي بتعتبر المطلوب فيها أكثر دقة وأكثر احترافية، لأن نسبة المتلقين بتكون كبيرة، بيكون عندنا عدد كبير جدا، فالخطأ هنا بينتشر سريعا، وبالتالي هو طبعا بنختار فيها أفضل أنواع المترجم. طيب المسار الثالث هو مسار التدريب على الترجمة والتقنيات. الحقيقة خدمات المجال هي أيضا من المجالات، بالظبط زي ما احنا بنقوم النهارده، ان حضرتك بتتدرب على تهيئة سوق العمل. حضرتك من الممكن تكون صاحب مؤسسة أو تعمل في مؤسسة تدريب، تقوم على التدريب سواء أثناء الدراسة أو المترجمين على رأس العمل أو الخريجين إلى آخره، على سواء الترجمة التحريرية أو تدريب ميداني أو تدريب تعاوني أو على رأس العمل أو تدريب متخصص مثلا في الترجمة السياسية في الاقتصادية وكذا، وأيضا التدريب على تقنيات الترجمة. ومن هنا من الممكن إن احنا ندخل سوق العمل ليس كمترجم ولكن كمدرب على الترجمة. وفي بعض خلينا نكون يعني نعطي نظرة تاريخية عن موضوع العمل في حقل الترجمة في سوق العمل في الترجمة، إن احنا غالبا ما بنبدأ بمترجم، وبعد فترة الحقيقة بالذات الترجمة الفورية بتحتاج نسبة تركيز أعلى وبتحتاج نسبة ذاكرة قوية ولها مواصفات وسمات شخصية. ومن هنا مع تقدم العمر بنحاول نترك أماكننا كمترجمين فوريين وبنوصل للترجمة التحريرية يعني أكثر. بعد فترة كمان الجلوس على المقعد والترجمة والانخراط والبحث وكل ده بتكون يعني صحيا ممكن يكون أقل. ومن هنا التدريب بعد كل هذه المجالات بيكون جيد قوي. ليه؟ لأن حضرتك في هذه الحالة أولا عندك خبرات الترجمة الشفهية والفورية، عندك خبرات الترجمة التحريرية، عارف ايه هي المعوقات اللي قابلتك قبل كده، في خبره عمليه وليس دراسه فقط، تعاملت مع برامج التقنيات ذاكره الترجمه الى اخره اللي بتعمله، ومن هنا بتكون مدرب عندك خبره، وده طبعا مجال عشان كده احنا وضعناه في رقم ثلاثه. الترجمه بتحتاج الحقيقه بعد تقني اكتر، انك انت تدير برامج ذاكره الترجمه على راسها طبعا برنامج زي ترافيس، ذاكره قويه جدا، ويكون عندك مثلا هذا البرنامج عندك ذاكره مثلا في الترجمه الدينيه، عندك ذاكره في الترجمه السياسيه، عندك ترجمه قانونيه الى اخره. ومن هنا من الممكن ان انت يكون عندك اداره لهذه البرامج، اذا احد يرغب ان هو يستخدمها بيكون لها مقابل طبعا، وايضا اداره مدونات الترجمه الشبكيه اللي بيشترك فيها بيكون بقيمه معينه، وبتعطي طبعا مدونات ترجمات مقننه ومحكمه. ايضا اداره مواقع الترجمه الشبكيه مثل ان يكون اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي شركات الترجمه عبر الانترنت. الحقيقة ده
ماذا، او هي مجموعه المسارات اللي احنا بنتكلم عليها، اامل انها تكون واضحه، واذا عندنا اي استفسارات من فضلكم بندونها عندنا عشان ما ننساهاش مع كذا. وكما اتفقنا ان السيشن الاخير او في مدته 30 دقيقه هيكون مخصص الى المناقشات والاستفسارات في كل شيء. طيب ننقل الى مالك. هذه المسارات، من في كل مسار هم شركاء العمل. يعني اذا كنت حضرتك هتدخل الى مجال الترجمه التحريريه، يبقى لابد انك انت تتعرف عن قرب، وعن قرب ما اقصدش التعرف الشخصي، ولكن عن قرب مهني. المؤلف او كاتب الاعمال، يعني كثيرا انا بكون عارف ان هذا المؤلف له رواد كثيرين او له كثر من القراء في العالم العربي، يبقى انا ممكن اترجم له. ومن هنا مهم جدا انك تهتم بمن هو المؤلف ومن هو الكاتب. ايضا دور النشر، في دور نشر مضمونه ولها اسمها، وبالتالي دار النشر ايضا لابد انها تكون شريك عمل واكون انا متابع لها. طبعا المترجم، وكلمه مترجم هنا الحقيقه دعونا هنتفهمها بعد كده، ان المترجم ممكن المترجم الفرد وممكن المترجم المؤسسي، بمعنى ان ممكن شخص واحد يترجم، ولكن ممكن يكون هناك مجموعه بتعمل في ترجمه هذا العمل. طبعا جميع المجموعه دي من مواصفاتها انها تكون على درايه تامه باللغتين، اللغه المصدر واللغه الهدف، اللغه اللي مكتوب بها النص الاساسي واللغه اللي بينقل منها الترجمه. وايضا احدهم بيكون متخصص مثلا او لغته الاصليه، مثلا لو بنفترض ان اللغتين من الانجليزيه للعربيه، يكون واحد لغته نيتف في اللغه الانجليزيه، واحد نيتف لغه عربيه. وهناك شخص اخر من فريق العمل يكون مثلا في بترجم في المجال الطبي، يكون متخصص في المجال الطبي. وايضا من الممكن يضاف لفريق العمل تقني. ومن هنا يكون عندي فريق العمل متكامل. طبعا التكامليه هنا مهمه جدا، لان هيكون فاهم الثقافه، البعد الثقافي في كلا اللغتين. ايضا هيكون متفاهم مصطلحات المتخصصه داخل المجال، وكذلك تقنيات النقل والترجمه. وبالتالي ايضا هناك الجمهور المستهدف، وده شريك اساسي، لان اذا لم تكن الترجمه تؤدي هدف توصيل المعلومه الى الجمهور المستهدف، فهنا الترجمه تفقد مخرجاتها ولا يكون لها اي قيمه. ومن هنا هذه شركاء العمل في مجال الترجمه. ايضا هناك الترجمه الشفهيه. الترجمه الشفهيه مهم جدا ان انا اتعرف على المتحدث. هل طبعا تعرفك هنا على المتحدث، المؤلف في الترجمه التحريريه او الكاتب، هتعرف على اسلوب كتابته، نوعيه المصطلحات اللي بيستخدمها. ايضا المتحدث مش فقط المصطلحات المستخدمه في حديثه، ولكن ايضا سرعه الحديث نفسه، لان من الممكن المتحدث يكون سريع جدا، او ان هو بطيء، او ان هو بيلجا الى التفصيلات الى اخره. وغالبا يعني لمن سيدخل في مجال الترجمه الشفهيه، فغالبا يكون هناك سكريبت، يعني الكلمه اللي هيرقيها المتحدث تكون باخدها قبلها ب 48 ساعه. ولكن في بعض الحالات طبعا داخل المؤتمرات، بالذات لما بيكون متحدث عربي، اللباقه واللغه بتساعد انه بيخرج عن المسار الموضوع ويتحدث خارجيا، وعلى المترجم انه يتابعه بقدر الممكن. ايضا من شركاء العمل في الترجمه الشفهيه التقني،
لان رفع الصوت، درجه وضوح الصوت اللي المتلقي سيسمعها من المترجم ده امر مهم جدا، نقاء الاستماع اللي يعني الارسال والاستقبال، ان هسمع من المتحدث وهارسل الى الجمهور المستهدف، وبالتالي التقني هنا شريط قوي جدا ومهم جدا، هو اللي بيخرج المترجم بالشكل المطلوب. طبعا المترجم لابد ان يكون هنا عنده ذاكره جيده، عنده سرعه بديهه، عنده تلقي سريع، ايضا بيستطيع ان هو ياخذ نوتس او ملحوظات سريعه. وغالبا المترجم الشفهي لا يقوم بالترجمه اكثر من حوالي 20 الى 30 دقيقه حد اقصى، وبيكون عنده مترجم اخر بيتبادله داخل المؤتمر، لان الحقيقه القدره الذهنيه لدى الشخص لا تتحمل وفق الدراسات لاكثر من 20 الى 25 30 دقيقه، يعني 30 دقيقه ده يكون استهلك تماما، فاحنا الستاندرد بتاعنا بيكون حوالي 20 دقيقه. طبعا جمهور المستهدف، لان اتفقنا ان الجمهور المستهدف هو دائما وابدا هو المخرج او العنصر الفاعل اللي بيعطي قيمه للعمل. اذا ما كنا بنعمل من اجل هذا الجمهور المستهدف ما بين المتلقي، اذا العمل ليس له اي فائده. ده بالنسبه للترجمه الشفهيه سواء على المستوى الفوري او التتبعي او التصفيقي. هناك ايضا شركاء في مجال العمل الترجمه اذا اخترت مسار التدريب على الترجمه وتقنيه. طبعا هنا هننتقل الى مدرب. المدرب هو شخص صاحب الخبره في مجال الترجمه اللي هينقل هذه الخبرات الى المتدرب. لا نعول دائما على فتره الترجمه او فتره التدريب على الترجمه انها بنخرج منها لسوق العمل مباشره، لا، لكن احنا بناخد التدريب وبالتالي هذه العناصر اللي تم التدريب عليها بنشتغل فيها على نفسنا للوصول الى المستهدف. هنا المدرب هو قائد عمل وليس ملقن، لا، ما بيعطيش شراب سحري للمتدرب علشان يصبح قوي، ولكن المدرب هو بيفتح لنا زي ما بنحاول النهارده انها بيفتح لنا مجالات اكثر عصف ذهني ذاتي، بحيث ان انا اوصل الى تحديد الخارطه اللي من الممكن ان انا اسير فيها مهنيا. الحقيقه المستحدث في هذا المجال ايضا العنصر الثاني المقيم، ويمكن البعض مننا بيسمع لاول مره، هو يسمع عن مدرب ومتدرب وواحد للتقنيات وشخص اداري، لكن المقيم مين هو؟ الحقيقه ان احنا هناخد مثال، عفوا ان انا هخرج عن المسار غير مفضل عندي، ولكن في بعض الحالات بتكون اضطراريه، مثل اللعب الرياضيه في كره القدم او الى اخره، هناك ما يسمى ومهنه اسمها محلل الاداء. المقيم شخص مهم جدا في عمليه التدريب، ان يكون هنا شخص بيتابع التدريب فبيعطي ايجابيات وسلبيات، نقاط القوه ونقاط الضعف، الملحوظات، وده الحقيقه اللي من خلال تقريره عبر التدريب بنستطيع ان احنا نطور عملنا التدريبي بعد كده. هو شخص مهم النهارده ومضاف، يمكن مش فتره، يمكن 7 إلى 8 سنوات سابقه لم يكن هناك من يسمى بمحلل الاداء او المقيم. الشخص الاداري الحقيقه حد مهم قوي، لان هو اللي بينسق، هو اللي بيظبط العمل. اذا لم يكن هناك بيئه عمل او بيئه تدريب فاعله، اذا المدرب لن يقوم بدوره والمتدرب لا يستفيد، وبالتالي الشخص الاداري الحقيقه او العنصر الاداري عنصر هام جدا جدا لأكثر. ايضا التقني، يعني على سبيل المثال هذه الدوره اللي
احصلها على عبر الانترنت او عن بعد. التقني هنا طبعا حد مهم جدا، لان هو اللي بيقول لنا ان تم ضبط الصوت، هو اللي بيعمل لنا الرقص، هو اللي بيحول لنا كل شيء. فالتقني شريك قوي ومؤثر لدرجه كبيره جدا. المتدرب هو الجمهور المستهدف بالنسبه لي، يعني هو العنصر الاكثر اهميه، هو العنصر اللي بنعمل من اجله، وبالتالي رايه مهم. احنا لاحظتم ان احنا في البدايه اعطيناكم رقم واحد، ان هيكون في سيشن كامل للمناقشه ورايك. ثانيا ما بعد حتى الدوره التدريبيه التواصل عبر الايميل، بحيث ان انت تستطيع ان انت تطور من ذاتك وتستفسر وتسال، لان الحقيقه هذه البرامج موجهه اجتماعيا غير ربحيه، وبالتالي ان احنا نخرج جيل جديد من المترجمين ده امر مهم جدا. طيب ننتقل الى شركاء العمل في تقنيات الترجمه. لما نعمل في مجال تقنيات الترجمه هيكون احد اهم الشركاء مدخل البيانات. الشخص اللي بيدخل البيانات بشكل صحيح عبر البرنامج، يعني مثلا برنامج ذاكره الترجمه مثل ترافوس او اي وورد فاست، في برامج كتير. طيب الميمو كيو ودي برامج لذاكره الترجمه، وطبعا في الترجمه السحابيه البلاد الى اخره. كل هذا مدخل البيانات، اذا لم يكن هناك ادخال بيانات في التقنيات ممتاز ودقيق، اذا العمل هيتوقف. الشخص المهم طبعا المترجم، لانه المترجم هو اللي هينقل المعلومه الى اللغه الهدف. وبطبيعه الحال طالما بنتكلم على تقنيات وعلى تكنولوجي، اذا التقني شخص مهم للغايه، بنضع عليه 20 خط. وكذلك الاداري اللي بيمارس هذا العمل باحترافيه، لان تقنيات الترجمه لها ربحيات كبيره. العملاء بيكونوا عبر، يعني انا لو بترجم عبر الانترنت غير مكتب موجود مثلا في احد مدن المملكه، لان طبعا عبر الانترنت العملاء عندي بيكونوا من دول متعدده، وايضا المترجمين من دول متعدده. انا اذا ادير مؤسسه للترجمه عبر الانترنت فهي مؤسسه دوليه، ده على المستوى الدولي، لان بيكون عندي مترجمين من الفرنسيه، الانجليزيه، الالمانيه، الاسبانيه، الاردو، التركي الى اخره. وايضا عندي عملاء من جميع انحاء العالم، من جميع قارات العالم. ومن هنا مهم جدا التنسيق الاداري وترتيب المواعيد لدقه الموعد الاستلام والتسليم، دقه التعرف على من اتعامل معه. ايضا هناك ميثاق للمترجم، ان انا لا اترجم مثلا اي وثيقه ممكن يكون بعض الجهات غير مرغوب فيها وفق ثقافاتي او نصوص مرفوضه بالنسبه للثقافه العربيه والاسلاميه، من الممكن يكون جهات غير مرغوب فيها بولائي لوطني ولامتي. ومن هنا ايضا نوع من الاختياريه وميثاق الاخلاق الترجمه امر هام جدا بالنسبه للعمل في الترجمه، وخاصه اذا كان عمل الترجمه سيكون على المستوى الدولي، لان على المستوى الوطني يعني هذه المخاطر بتكون اقل، على المستوى العربي او الاسلامي اقل، ولكن على المستوى الدولي وتنوع الثقافات وتنوع البيئات وتنوع المجتمعات وتنوع الاتجاهات السياسية والاقتصادية الى اخره وتنوع النوايا، كل هذا لابد ان يوضع في الاعتبار امام اي من يعمل في مجال الترجمة على المستوى التقني الدولي من عبر الانترنت. دول هنا الشركاء اللي بنعمل من خلالهم. طيب هذا عرفنا المسارات وعرفنا الشركاء، تعالوا نشوف مثلا مراحل العمل في مجال الترجمة. لو هنخرج في مجال الترجمة التحريرية، طبعا عندنا خطوات، ده أمر مهم قوي للي مارس أو لم يمارس حتى الترجمة من قبل. القراءة الأولية،
مع متى اللي هي مرحلة، احنا هنا متى ليست زمن ولكنها مرحلة. مرحلة القراءة الأولية للنص اللي هيترجم، سواء كان دوكمنت، سواء كان بوكس، سواء كان انسيكلوبيديا، زي ما يكون، ولكن هو في النهاية اسمه نص. القراءة الأولية ما هدفها؟ ما الهدف من القراءة الأولية للنص؟ طبعا الفهم. رقم 2 التعرف على المسار والأسلوب. رقم 3 التعرف على الثقافة الموجودة داخل هذا النص. أيضا هنخلط معاها العنصر الثاني، بناء مصدر مصطلحات. في القراءة الأولى يفضل إن المترجم يقرأ العمل كاملا قبل الانخراط في مجال أو العمل الترجمي، بحيث إنه يستخرج المصطلحات، وبعدها بيبني مسرد المصطلحات بحيث ان المصطلح يثبت في كل ارجاء العمل. مثلا اذا بنفترض اذا كنت بتترجم كتاب مثلا من 300 صفحه، هياتي مصطلح، هناخد مثال مثلا على هذه المصطلحات، مثلا ابروتش طبعا انت هتترجمها بايه، هتقابل ايه في اللغه العربيه، ما المقابل؟ فوالله البعض هيقول لي كلمه ابروتش معناها منهج او نهج، اوكي اتفقنا. البعض الاخر هيقول مدخل، لان هي في شمال، في مثلا مصر وسوريا الى اخره بيقولوا عليها مدخل. هناك ايضا في الماروكان او شمال افريقيا اللي هو المغرب والجزائر وتونس يقولوا عليها مقاربه. فمن انت هتختار هذا المصطلح على اي اساس؟ لابد ان احنا نعي هنا فاكرين العنصر الاساسي اللي اتفقنا عليه قبل في الشركاء اللي هو الجمهور المستهدف. الى من سيوجه هذا النقص؟ وبالتالي سنستخدم وفق الموجه له. فاذا كنت بتتكلم على هنا، فمن الممكن تكون منهجيه او ما يشابه ذلك، من الممكن انك انت تقول مدخل، ممكن تكون مقاربه، وفي النهايه لابد انك انت توضح لماذا تم اختيار هذا المصطلح. فبناء المصطلحات امر مهم جدا، لانه هيساعد لتوصيل المعلومة لمن إلى القراء. أيضا الترجمة، مرحلة ثالثة هي مرحلة الترجمة. مرحلة الترجمة. طبعا هذه المرحلة اتفقنا إن من الممكن يكون فريق عمل وليس مترجم واحد. وهذا الفريق ممكن يكون أكثر من شخص بيقوم بعملية الترجمة. والجزء الثاني من الفريق بيشتغل في المراجعة، والمراجعة هنا مقصود منها مراجعة النص الأصلي اللي هو النص المصدر على النص المترجم اللي هو النص الهدف. أيضا هناك مرحلة التدقيق. التدقيق إذا تنقل إلى اللغة العربية فلابد أن يكون لديك في فريق العمل مراجع دقيق لغة عربية ليضبط لك النص باللغة العربية، أو العكس إذا كان بالإنجليزية أو بلغة أخرى. أيضا هناك التنسيق والإخراج، لأن العمل المترجم لابد أن يصل إلى العميل في شكل منسق ومخرج، وطبعا مكتوب بشكل جيد، العناوين مثلا سواء العنوان الرئيسي مثلا بولد 16، هل بتشتغل على التايم رومان ولا بتشتغل على الترديشنال، بتشتغل على اي نوع من الخط، حجم الخط، التنسيق، التباعد بين الاسطر، الهامش للصفحه، العناوين، كل ده طبعا عمل مهم جدا لاخراج العمل. فبالتالي الترجمه التحريريه ليست مجرد نقل من كلمه الى اخرى، ولكن زي ما حضراتكم شايفين عندنا 6 مراحل مهمة جدا،
وبتصل الى اكثر من ذلك اذا كانت الترجمه التحريريه تتعلق بترجمه النشر الاكاديمي او الكتب. لماذا؟ لانه سوف يضاف له عمليه التحكيم وعمليه الطباعه والنشر، طباعه المرجع، من الممكن يكون هناك اخطاء مطبعيه وهكذا. وبالتالي الترجمه التحريريه وفق المسار اللي بتتخذه في هذا المجال بتكون عدة مراحل متنوعة. تعالوا ننتقل إلى مراحل العمل في مجال الترجمة الشفهية. طبعاً في الترجمة الشفهية أنا وضعت لحضراتكم إن المفترض إن يكون مع حضرتك سكريبت اللي هو نص الكلمة اللي هتلقاها، وبالتالي لابد من قراءة السكريبت بشكل جيد جداً، وتحديد المصطلحات وتحديد بدايات ونهايات الفقرات وتحديد الأسلوب وكل ده. ثم كذلك هناك مرحلة تدوين الملحوظات. يعني على سبيل المثال للحصر، ان تدوين الملحوظات مثلا يقال مثلا في منتدى اقتصادي رقم مثلا بالمليار 72 مثلا مليار 524 مليون 812 ألف، لابد وهو بينطقه يكون مدون كملحوظة، على أساس أن أنت أثناء الترجمة عندما تترجم النص هيضيع منك هذا الرقم. ومن هنا لابد من أن يكون الورقة والقلم شركاء معك في تدوين الملحوظ. التكييف اللغوي والتكييف الثقافي والتكييف الأسلوبي، ثلاث مراحل مهمة جدا. إن حضرتك بتنقل من اللغة إلى لغة، هل نعلم إن من الممكن إذا تنقل في الوسط العربي من الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، فإذا كان المستهدف لديك مثلا المجتمع السعودي أو المجتمع الخليجي، فهنا هناك مصطلحات قد تجدها هنا غير مقبولة مثلا في بلاد المغرب، وبالتالي لابد من اننا نعلم تماما ان ما هو اللفظ اللي سوف يستخدم ليتفق مع ثقافة المتلقي. كذلك هناك التكييف الثقافي. التكييف الثقافي ان تنقل من ثقافة أجنبية إلى ثقافة عربية، أو مثلا على سبيل المثال اللي تقترب لو بتنقل مثلا الثقافة الإسلامية بتنقلها إلى الثقافة الأوروبية، كيف ستنقلها؟ كيف مثلا ستنقل مصطلح القصاص من الثقافة الإسلامية إلى الثقافة الغربية؟ نعم، القصاص هنا ليس قاتلا، ولكن القصاص هنا عدالة. يبقى هنا كيف سيتم النقل؟ هنا لابد ان انا اكون وضع الكلام ده اثناء قراءة السكريبت في ذهني وفي ذاكرتي. التكييف الاسلوبي ايضا اذا كنا بنتحدث ما هو الاسلوب اللي سوف يستخدم، هل سيظل الاسلوب اسلوب علمي ولا اسلوب ادبي او اسلوب اجتماعي عام لغة عامة، كيف سيتم الأسلوب في الترجمة. في مراحل العمل في مجال التدريب على الترجمة وتقنياتها، مهم جدا عندنا مرحلة الاحتياجات التدريبية. يعني لما نيجي نحصر خلينا ناخد على هذه الدورة مثال عشان يكون قريب وما نخرجش عن المعتاد. الاحتياج التدريبي، احنا حصرنا الاحتياجات التدريبيه وحده الترجمه مشهوره، ان عندنا فجوه ما بين الاعداد الاكاديمي او ما شابه التعارف على اللغتين وبين الانخراط في سوق العمل. فهنا ده احتياج تدريبي ان انا اعرفك على سوق العمل. ايضا اعداد الحقيبه التدريبيه، ده امر مهم جدا ان انا في ضوء هذه الاحتياجات يكون عندي مجموعة أهداف، مجموعة الأهداف هذه بتكون فيها محتوى تدريبي، والمحتوى التدريبي له
ادوات وادوات بتقيس طريقه او ادائنا الى اخره. هنا يكون في حقيبه تدريبيه كامله. التسجيل، كيفيه التسجيل زي ما حضراتكم اليه التسجيل اللي حضراتكم اتبعتوها، وبعدين الجلسه التدريبيه نفسها تحضير لها، سواء بعرض تقديمي او بما شابه ذلك. هناك ايضا التقييم والتقويم، ان احنا لابد ان يكون في مرحله تقييم للمدرب وللماده التدريبيه وللبيئه التدريبيه الى اخره وتقويمها. يعني بيكون هناك مقترحات، احنا ما بنقصدش ان احنا النقد من اجل النقد، ولكن الحقيقه ان مع تبادل الفكر والاراء بيتم عمل تقويم ومعالجه بعض النقاط، وبالتالي بيحصل عمليه التطور اللي احنا بنبغاها دائما من برامج. في المجال الرابع من مجالات او مسارات العمل عندنا مراحل العمل في تقنيه الترجمه. مرحله ادخال البيانات، مهم جدا ان يتم ادخال البيانات بشكل رقم واحد دقيق سريع مرتب، وبعدين معالجه البيانات سواء اذا كانت معالجه بيانات ممكن يبقى بيان احصائي او بيان شكلي رسمي، ممكن يكون بيان رقمي، ممكن يكون بيان لفظي. فهنا معالجه البيانات كمان ووضعها على الجهاز بشكل جيد يمكن التعامل معه. مراجعه البيانات، ممكن ادخال البيانات لكن لابد من مرحله مراجعه البيانات، لان اذا حصل خطا في المدخل يبقى هناك خلل جذري في العمل كله. ومن هنا من فضلك مراجعه البيانات هي مرحله هامه جدا. البعض يعني بيقول ان هو لا يهتم بها، لكن في النهايه هي مرحله مهمه. تقنين البيانات، البيان اللي انا بدخله اكون متاكد منه، يعني مثلا ما نقولش تقريبا، لان انت اذا انت بتنقل مثلا لفظ معين هتعتمد عليه بعد كده في برنامج ذاكره الترجمه، لاحظ انه لا يمكن ان انت هتعتمد عليه في نص واحد، ولكن كل ما مثلا هتدخل تدخل مجموعه نصوص مثلا بتترجم ترجمه دينيه، اذا تدخل مجموعه النصوص الدينيه ويجي نفس المصطلح فهيترجم لك بنفس الطريقه اللي انت ادخلته بيها، وبالتالي تقنين البيان والتاكد منه وان انا خلاص صار هذا مؤكد، ده امر مهم جدا ان انا اكتب. دي مراحل العمل الحقيقه. وطبعا لما هتبحث عن المسار وشركائه ووقته وفين وكل ده، هتستطيع تقول انا من كل هذا موجود فين واقدر ادخل اي مجال او اي مسار من هذه المسارات. تعالوا نكمل. اين اماكن العمل في مجال الترجمه؟ موضوع سهل. لو حضرتك بتشتغل في الترجمه التحريريه، من الممكن تكون في مؤسسة حكومية. كثير من مؤسساتنا الحكومية النهاردة موجود بها وحدة من وحدات الترجمة. أمر مهم جدا، لأن الحقيقة الترجمة هي تعتبر حلقة الوصل ما بين الواقع المحلي والتقدم العالمي. يعني لو أنت حابب إنك تعرف المجتمعات الأخرى وموقعك إيه من التقدم، لابد يكون عندك ترجمة. وبالتالي المؤسسات الحكوميه النهارده صار عندها وحدات ترجمه وفاعله جدا في العمل المؤسسي. فالحقيقه اللي بيعمل في مجال الترجمه اصبح عليه طلب كبير جدا، وباسعار كمان رواتب اعتقد انها تكون جيده. ايضا دور النشر. دور النشر اللي هينشر مثلا كتب مترجمه، وما ادراكم مثلا عندك مثلا اليوم ديفلوبمنت مثلا كتب اللي هي التنميه البشريه الى اخره والامور ديت، هتجدها في المكتبات الكبرى كثيره.
طيب بيلجأوا لإيه؟ بيجيبوا مترجمين بيشتغلوا لحسابه النهارده، فدور النشر كمان من الممكن يستعين بمترجم. المكاتب الخاصة طبعا من الممكن نفس حضرتك تكون صاحب مكتب خاص، مفيش أي مشكلة، أو صاحب دور نشر. وكذلك إذا ما كان بقى لك فيه إن أنا يكون عندي مقر أو عمل دائم أو فترة دوام، أو يعني في البعض سماته الشخصية بيقول أنا ببغي عمل غير مرتبط بفترة دوام محددة مثلا من الساعة الثامنة لسنتين أو لآخره، فنقول له من الممكن تندرج مع المواقع الشبكية، والمواقع الشبكية بتعمل فيها على مدار الساعة، يعني في الوقت المناسب بالنسبة لك. ده بالنسبة للترجمة التحريرية. الترجمة الشفهية طبعا المؤتمرات والندوات والمؤسسات العامة سواء مستشفيات أو محاكم أو وفود رسمية. الخدمات الخاصة إن أنا أشتغل لصالح رجال الأعمال الأجانب، الزيارات إلى آخره، مجال السياحة. وبالتالي في الترجمة الشفهية عندنا بداية من مصاحبة الضيف وحتى المؤتمر والندوة. طبعا وفق خبراتك بتبدأ تتدرج في هذا الإطار لحد ما توصل بإذن الله تعالى أن يكون مترجم فوري في مؤتمرات والنقل المتلفز. التدريب على الترجمة أماكن العمل فيها المراكز المعتمدة، أن يكون مركز معتمد للتدريب أو المؤسسات الخاصة، وأيضا هناك المواقع الشبكية. ممكن حضرتك تحجز دورة تدريبية على موقع شبكي، ولكن بيكون له اسم وله صفة مضمونة، ومن هنا كان مضمون، ومن هنا بيكون عندك أكثر من شيء. طب هل من الممكن أن أعمل في هذه النطاقات أو هذه الفضاءات، المركز المعتمد، المؤسسة الخاصة، المواقع الشبكية، ولكن أيضا من الممكن أكون صاحب هذا العمل، أن أنا أكون مؤسس لمركز معتمد، مؤسس لمؤسسة، مؤسس لسايت معين أو موقع على شبكة الإنترنت. في تقنيات الترجمة طبعا ان انا افتح الى في مجال شركه تقنيات اللي هو بيشتغل في بوثات الترجمه وفي وسائل النقل وفي اجهزه الخاصه بالترجمه الشفهيه او البرامج المرتبطه بالترجمه التحريريه، نعم، وادوات الصوت ونقل الصوره والترجمه والنقل والبث المباشر وتقنيه التصوير والاخراج، كل ده من صميم عمل تقنيات الترجمه كشركات. وهناك خدمات خاصه ان انا اخد مثل واحده من هذه الخدمات واكون متخصص فيها. يعني ممكن يكون مثلا هي شركه متخصص في توفير بوثات الترجمه اللي هي غرف الترجمه والمترجمين. مهم ممكن يكون في ادوات الصوت وفي البرامج، ممكن يكون في ذاكره الترجمه. اذا المواقع كمان الشبكيه اللي هو الترجمه عبر القراء او الترجمه السحابيه، ان ممكن انقل كمان بث مباشر من امريكا لهنا او العكس او في اي مكان اخر. ايضا نقل الترجمات عبر شبكه الانترنت سواء التحريريه او الشبكيه. كده طبعا يعتبر موقع الشبكي هنا هو الفضاء العمل الخاص به. الحقيقه هذه الاماكن اللي ممكن أسباب العمل. الأسباب ترتبط كثيرا بالقدرات والمهارات المرتبطة به، هي دي متطلبات العمل، أن يكون مكانك فين ومع من الشركاء وهو المسار، كل ده احنا بنتكلم على متطلبات المسار ده. ولكن فين أنت من هذه المتطلبات؟ إذا حضرتك بتدخل في مجال الترجمة التحريرية هيلزمنا متطلباتنا احنا الشخصيه، الضروريات اللي مطلوب ان يكون عندي من مهارات وقدرات، مهاره في ازدواجيه اللغه، لازم يكون عندي لغتين بشكل جيد وممتاز. ومن هنا طيب ما عنديش هذه المهاره، طب
طب من الممكن ان انا اتدرب عليها، من الممكن ان اخد برامج تدريبيه وادعمها. يبقى هنا ما في احد بيولد وهو عنده هذه المهارات، المهاره مكتسبه، وبالتالي ما زال لدينا الفرصه دائما لانقراض سوق العمل من خلال دعم هذه المهارات. ايضا مهاره البحث والاطلاع، المترجم التحريري ده حد مثقف جدا، لانه هيتكلم من الممكن عن فترات زمنيه او حقب زمنيه مختلفه او اماكن متنوعه بثقافتها. يعني بتتكلم على الهند وما تعرف عن الثقافه الهنديه، بتنقل عن الهند، بتنقل عن امريكا، بتنقل عن اوروبا، بتنقل عن كندا، بتنقل عن الامريكتين، او بتنقل من العصر الروماني او من الفرعوني او من اليوناني او 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 ايه من الحضاره الاغريقيه. وبالتالي لابد ان يكون عندي بحث واطلاع. اذا لا تقل مهاره البحث والاطلاع عن مهاره ازدواجيه اللغه ومعرفه. بالاخير ايضا عند حضرتك السمات الشخصيه للشخص نفسه، سماتك الشخصيه ان يكون عندي مثابره. يعني السمات الشخصيه هنا هتجدها مشتركه ما بين المسارات كلها، ولكن السمات الشخصيه المرتبطه بالترجمه التحريريه تختلف عن السمات الشخصيه الملائمه للترجمه الشفهيه عن السمات الشخصيه الملائمه للتدريب، السمات الشخصيه الملائمه للتقنيات. السمات الشخصيه الملائمه للترجمه التحريريه هي المثابره، واحد عنده قدره انه يجلس مده طويله، حب المعرفه لان اذا ما كانش مش هيبحث، عنده قدره التركيز على الكتابه، هو بيكتب وهو بيفكر وبينقل. وبالتالي هي سمات شخصيه شخص يكون عنده هدوء للحقيقه نسبي. طيب تعال ننقل للترجمه الشفهيه ونشوف الفرق ده. طبعا مهاره ازدواجيه اللغه اساسي، لكن مهارات التمييز السمعي والتعبير اللغوي دي مهاره مهمه جدا للترجمه الشفهيه. ان انا يكون عندي تمييز سمعي جيد، بعرف اسمع وبعرف اعبر بسرعه، لان عمليه الانبوت والاوتبوت او المدخل والمخرج اللي بيحصل اثناء عمليه الترجمه الفوريه طبعا او الترجمه الشفهيه بسرعه عامه، واكثر ما يكون او بتصل لمرحله القمه في الترجمه الفوريه هو عمليه المدخل والمخرج داخل العقل. ان انا ازاي هذه المعلومات او هذا المنطوق بيدخل الى عقلي، بيتم ترجمته في عمليه عقليه بتتم، ثم يتم الاخراج لمخرج بلغه اخرى. وبيراعى في هذا المخرج البعد الثقافي والبعد النفسي والبعد اللفظي، كل ده خاص بالجمهور المستهدف. وبالتالي الحقيقه لازم يكون عند حضرتك مهارتين التمييز السمعي والتعبير اللغوي جيدين جدا، وده اللي احنا بنقدر نتدرب عليه. الموضوع ليس موهبة، طالما أطلقنا على هذا اللفظ لفظ مهارة إذا يمكن تعلمه. أنا بأكد مرة ثانية إن مفيش شخص بيولد عنده تمييز سمعي جيد وتعبير لغوي ممتاز، ده مختلف عن الموهبة، بتختلف. لكن أنا ممكن أدربك على التمييز السمعي وأدربك على التعبير اللغوي أيضا ولا تدريبه. طيب السمات الشخصيه الملائمه دي يكون شخص بقى، هنا السمات الشخصيه هي اللي انت بتحتاجها، ان انت مثلا رقم واحد تكون عندك تركيز، نسبه التركيز ده يعني بنحط تحتها مليون خط. المترجم الشفوي لابد يكون عنده نسبه تركيز عاليه جدا. اكثر التذكر، يكون بيعرف يتذكر، بيستطيع عنده مهارة تدوين الملحوظات، بيعرف ياخد ملحوظات بسرعة نوتس. ومن هنا سماتك الشخصية انك انت تقدر تكون عندك انك انت بتسمع وبتكتب في نفس الوقت، هو ده اللي انا بقصده في الملحوظات الشخصية او التدوين، ان يكون عندك القدرة على انك انت تقوم بعملين مع بعض وتكون بنسبة تركيز، انك تتذكر الكلام ممكن، لان انت لما بتيجي تترجم
مش بتسجل كلمه امامها كلمه، ولكن من الممكن يكون انت هو مع نهايه المنطوق اللغه الانجليزيه في الترجمه في اللغه العربيه بتعكس العباره، ومن هنا لابد انك انت تركز لاخر الجمله. وكمان المزامنه عنده يعني بيعرف يزامن اللفظ اللي بيسمعه و يترجم في نفس الوقت. طيب من اسباب العمل في مجال التدريب على الترجمه ان يكون عندك مهاره ازدواج اللغه، ويكون عندك مهاره التدريب بتحب توضح المعلومه. في ناس يقول لا انا اترجم وما احاولش ان انا افهم شخص ويطلع مش فاهم في الاخر. فلازم ترتبط معاك بمهارات التدريس كامله. يمكن الاخوه اللي بيعملوا في مجال التعليم عارفين يعني ايه مهاره المعلم اللي بيقف ويتعامل مع الطلاب. ايضا السمات الشخصيه الملائمه. السمات الشخصيه طبعا ان هو يكون رقم واحد، انا لخصت لكم بانها تكون شخص اجتماعي. شخص اجتماعي ان بيتقبل الراي والراي الاخر، دائما مبتسم، دائما بيحب يساعد الاخرين، لان المدرب الحقيقه عليه عامل كبير جدا يعتبر 50% من وصول الماده التدريبيه. المدرب اذا لم يكن ودود، اذا لم يكن له قابليه للعمل بالنسبه للمدرب الحقيقه لا تصل المعلومه، لان طبعا المتدرب هو بيختار مدربه في اغلب الاحوال. بالتالي التدريب ايضا له سماته الشخصيه. تقنيات الترجمه طبعا يكون عندي مهارات التقنيات والاتصال ومهارات لغويه. يعني مش فقط ان هو يكون مهندس اتصالات مثلا يشتغل في تقنيات الترجمه، لا كمان لابد يكون عنده مهارات لغويه. ومش شرط انه يكون مترجم فقط، لا من المفروض انه يكون عنده درايه قويه جدا بالتقنيات. ومن هنا يا ترى المهندس ونعلمه مهارات لغويه ولا العكس؟ هنا الحقيقه تحتاج ان انت تصل الى ما يسمى السمات الشخصيه للفرد. لان في واحد مترجم وهاوي جدا للاتصال والتقنيات، ويعني بنسميه ان هو مجنون بالتقنيات. ومن هنا طبعا بيكون يسهل عليه ان هو كمان يتحول من مترجم عادي الى بيعمل في مجال التقنيات. طبعا محتاجه دراسه، حب للاجهزه والعمل التقني، ده امر مهم جدا. طيب ده كده لماذا؟ كيف؟ احنا قلنا ماذا، عرفنا المسار ومن هم الشركاء ومتى مراحل العمل واماكن العمل واسباب انخراطنا او المهارات او السمات اللي المفروض تكون عندنا او يكون عندنا ايه من فتره الاعداد. عندنا كمان كيفيه العمل، اليات العمل في الترجمه التحريريه. لابد ان حضرتك تخضع للاعداد الاكاديمي، بمعنى ان اذا كان عندي لغتين او ما عنديش يبقى لازم اتدرب على اللغات. ثم اللغات هنا مش مرحلة نهائية، لأن ليس كل من يعرف لغتين يستطيع العمل في مجال الترجمة، ولكن لابد أنك تتعرف أيضا على خطوات الترجمة ونظرياتها واستراتيجياتها وآلياتها. كل ده طبعا دراسة أكاديمية. يفضل طبعا يكون في الحلقة اللي هي بنسميها حلقة الوقت، اللي هو التدريب الموجه، انك تلتحق مع مؤسسات متخصصه في مجال التدريب على الترجمه علشان تتعرف على اليات الترجمه وفق في مدرب في حد مؤلف، وبعدين ممكن عن طريق التطوع او العمل تاخد خبره عمليه. ها والخبره العمليه طبعا بترتفع اسهمها من فتره الى اخرى، ولابد انك تتوقف اثناء هذه الخبره العمليه كل فتره للتقويم، انك انت تقيم الى متى او اين وصلت وكيف تطور من مهنتك.
ودي الحقيقه هتلاقي عنصر مشترك في كل المصدرات، التقويم والتقييم. لازم اقور غير اقيم. التقويم حضراتكم اللي بيعمل في المجال التربوي يعرف ان هناك فارق كبير بين التقييم والتقويم. التقييم يبقى انا هعطيك تصنيف، ولكن التقويم معنى ان انا اكتشف ايجابيات او نقاط القوه فادعمها ونقاط الضعف اعالجها، ومن هنا بيحدث التقدم. في الترجمه الشفهيه هيكون لازم اعداد اكاديمي اكثر كمان، لان ولابد ان يكون في تدريب موجه يعني وخبره عمليه. انا مش هكرر بقى مفهوم النقد لانه هي نفسها، الاعداد الاكاديمي لازم تتدرب على الترجمة الاستماع والتذكر والنطق والمتابعة والمزامنة، ها كل ده وأخذ الملحوظات كل ده ونقل، حتى بنقول أسلوب المتحدث. يعني إذا كان المتحدث بيتحدث العبارة بشكل ساخر ولا بيتكلمها بشكل رصين أو بيتحدث باسلوب فيه لمحه الحزن او فيه الفرح او كذا، على المترجم انه ينقل نفس هذا الاسلوب او الشكل المشاعر اللي بينقل بيها المتحدث الاصلي. وبالتالي هنا محتاجه فعلا اعداد وتدريب وخبره. وثم من الاخير ان يكون تقويم وتقدير. ايضا الخبره السابقه في مجال الترجمه، ده بالنسبه للتدريب، وخبره سابقه في مجال الترجمه. الحقيقه ان لا يعمل، وانا يمكن قلت لحضراتكم في البدايه ان التدريب بياتي بعد العمل في مجالي الترجمه التحريريه والشفهيه. فلا بد ان يكون عندك خبره سابقه في مجال الترجمه عشان تعمل في التدريب، وخبره سابقه ايضا في مجال التدريب. ثم تخضع للتدريب الموجه اللي بنسميه تي او تي، تدريب مدربين، والخبره العمليه وتقويم وتطوير كالمهم. طبعا التقنيات هتحتاج طبعا خبره سابقه في مجال الترجمه وخبره في بدل التدريس، هتكون التقنيات لان لابد تكون على علم بالاجهزه اللي بتعمل بيها، وتدريب موجه وخبره عمليه وتقنيه. فهنا اليات العمل الحقيقه متقاربه من بعضها، يعني هتجد ان في عنصر مشترك ان انت تكون في اعداد وفي تدريب وخبره وتقنيه. دول اربع عناصر الحقيقه، عناصر مهمه جدا في قليل. ده كده زي ما حضراتكم شفتم المسار ومتطلباته. فهنا ان انا انتقل، لان هو الحقيقه التدريب دافئ جدا واحنا عايزين نضعه في قالب الوقت المحدد له، لكن الحقيقه نحاول ان احنا على طول ندخل الجلسه الثانيه بدون استراحه، وانا اعرف ان هو عناء لحضراتكم، ولكن سامحونا في هذا لنقل كل المعلومات لكم. الجلسه الثانيه بعنوان بناء المهنه وتطويرها من التخطيط الى التطوير. بعد ما عرفت كل هذه العناصر المسارات، فنيجي بقى نعرف انا حاسس مهنتي. هفترض ان انا مثلا مترجم تحريري او مترجم شفوي او مدرب او متخصص في تقنيات الترجمه، واحد من الاربعه. لازم اخطط في تخطيط قصير المدى وتخطيط طويل المدى. ازاي؟ تخطيط قصير المدى ان انا ابدا اخد عناصر الاعداد، اللغه، التقنيه، الممارسه، تاخد عناصر الاعداد بتاعك وتتعرف، وايضا ممارسه تكون وفق اللي موجود محليا. ولكن لازم يكون عندي تخطيط طويل المدى ان انا مع اثناء العمل والتطبيق هيكون في نوع من التطوير. لاحظوا ان المراحل الثلاثه هي فقط احنا بنفصلها للتوضيح، ولكن هم بيتكاتفوا كلهم. يعني حضرتك بتطبق وحضرتك بتمارس المهنه، لابد ان حضرتك بتخطط لمراحل قادمه من المهنه، وايضا بتعمل عمليه تقويم وتطوير لمهنتك. فالثلاثه تعتبر دائره متكامله. تخطيط طويل المدى
اسال حضرتك سؤال، لما تحب انك تكون مترجم تحرير في خلال 5 سنوات الى اي نقطة تامل ان تصل؟ طيب الامنية هنا اذا وضعت لها اجراءات ستكون هدف، اذا حققت هذه الاجراءات الهدف يحول الى مخرج وتصبح انك نجحت فيه. يبقى هنا لا تقف عند مرحلة الامنيات التخطيط، انا اتمنى اامل، لا، هذه التعبيرات تعبيرات يعني، ولكن رغم انها تدل على الامل، ولكن اتمنى اضع مجموعة الاجراءات. مجموعة الاجراءات اذا وضعت هيكون هدف، الهدف يظل حديث الاوراق الى لحظة يقوم فيها الشخص بتحقيق هذه الاجراءات فيتحول الهدف الى مخرج، وده الحقيقه لا ياتي الا اذا كان التخطيط يندمج مع التطبيق. طيب التطبيق عندنا له نوعين، تطبيق موجه وتطبيق مهني. التطبيق الموجه ده في مرحله تدريب، يعني التدريب يعتبر تطبيق طبعا. حضرتك من الممكن تاخد تدريبات عمليه في مجال الترجمه، ها، وانت بتخط من البداية، عشان كده انا قلت ان تختلط المراحل الثلاثة وانت في بناء المهنة. وهناك تطبيق مهني، ان انا التحق مثلا ضمن فريق، وهنا الحقيقة العمل ضمن فريق معناه ان هناك تعلم اقران، يعني هتتعلم من الاخرين، خبرات هتنتقل، ومن هنا الحقيقة التطبيق ممكن يكون تطبيق موجه عن طريق التدريب أو تطبيق مهني في الالتحاق في فريق عمل أو في مؤسسة عمل تدريبية. يعني حضرتك النهاردة لو سألت أحد المترجمين اللي بيعمل في أحد المؤسسات، هل المستوى الترجمي أو المستوى المهني اللي أنت عليه هذا اليوم هو نفسه ما كان في بداية التحاقك؟ طبعا لا، لأنه أخذ ثقة في العمل واخذ خبره كبيره من العمل المؤسس. طيب ايضا التقييم والتطوير، هناك التطوير، طبعا التقييم احنا عرفناه قبل كده ان حضرتك تعرف ايجابيات وسلبيات، نقاط قوه ونقاط ضعف، نقاط القوه بيتم تدعيمها ونقاط الضعف يتم التعامل على ازالتها. ولكن التطوير، هناك تطوير افقي وتطوير راسي. الحقيقه أن التطوير الأفقي معناه أن حضرتك تترجم تحرير، وبعد كده تتطور أنك تترجم كمان في المجال الشفوي، تتطور وتعمل في مجال التدريب وتاخد معاك تقنيات، يعني معنى كده أنك أنت بتتطور أفقيا في عدة مسارات. ومن الممكن التطوير كمان يكون تطوير رأسي، بمعنى إن حضرتك مثلا بدأت في الترجمة التحريرية تترجم وثائق بسيطة، أصبح هناك مثلا تطور الأمر معك ويصير إنك أنت مترجم علمي أو مترجم سياسي، بعدين مثلا بتترجم كتيبات ثم كتب ثم موسوعات، وبالتالي ده حتى على المستوى المترجم الإيه؟ التحريك. المترجم الشفوي ممكن تكون على مستوى الضيافة، على مستوى الوفود، على مستوى مثلا مرافقة المرضى والسجناء أو المحكوم عليهم في المحاكم إلى آخره، وثم تكون المؤتمرات، ثم تكون الترجمة الفورية المتلفزة، يعني لها تطور رأسي في نفس المسار. إذا هناك نوعين من التطور، اما وده بيكون من مرحله التخطيط وانت مخططه لنفسك، لا تشتت ذاتك وانت داخل سوق العمل، لان الحقيقه سوق العمل واسع جدا جدا جدا، اذا لم تكن تعرف مسارك هتضيق في النص الامور مش هتكون على ما يرام. ولكن الافضل ان انا اكون عارف متى اخطط، اخطط ايه واطبق فين ونوع التطبيق بتاعي ونوع التطوير ايضا، انا هتطور افقيا ولا هتطور راسيا. طيب ده كده الجزئيه الخاصه
هي الجلسة الثالثة بترتبط على بناء مشروع أنا في الترجمة. خلاص أنا عرفت بناء عرفت إيه هي مكونات المسارات، وعرفت كمان بناء المهنة بيتم إزاي. نبدأ نخصص مشروعي في مجال الترجمة يتم إزاي. تعالوا نشوف، أعمل لحضرتك جدول من 10 نقاط، اعتبرهم 10 مراحل. الحقيقة ممكن تكون المرحلة مدتها 6 أشهر لو احنا بنتكلم عن المدة الزمنية، أو سنة، بمعنى أن هذا التخطيط قد يكون خطة 5 أو خطة 10. على مرحلة التخطيط قصير المدى، إذا كانت مدتها مثلا 10 سنوات، فالتخطيط قصير المدى يكون على مدار عامين، وإذا كانت 5 سنوات يبقى عام. طويل المدى طبعا متوسطة المدى وبعدين طويلة المدى. وبالتالي لازم يكون عندي الخريطة ديت واضحة. التخطيط بتاعي أنا هبدأ بإيه؟ هعمل تعلم لغة مثلا أول سنة، وبعدين هتعلم ترجمة تمام في السنة الثانية. التطبيق، أنا هعمل تطبيق موجه في مجال اللغة وفي مجال الترجمة في العام الأول والثاني. وهبدأ أعمل معيار تقويمي إن أنا هاخد الرياكشن، ردة فعل العملاء أو ردة فعل المدرب أو ردة فعل الآخرين تجاه ما أقوم به. وأبدأ أحدد أخذ ملحوظاتهم، يعني ده اسمه التقويم بالملاحظة المباشرة. طيب أنا أخذ هذه الملحوظات إذا كانت إيجابية هدعمها أكثر، وإذا كانت سلبية أحاول إن أنا أتخلص منها. أيضا في مرحلة التطوير ممكن يكون تطور إن أنا أشوف خبرات، أحضر مؤتمرات، هتكون في خطتي إن أنا أحضر مؤتمرات، إن أنا أشوف ترجمات وأتابعها وأحللها، لا ان انا من الممكن اعمل قراءات في مجال الترجمه وهكذا. يبقى هنا حضرتك اللي هتقدر تضع ده المرحله الاولى. المرحله الثانيه من التخطيط مثلا هتاخد السنوات مثلا من 3 إلى 6، ودي مرحله متوسطه. ان هنا والله انا في التخطيط بتاعي ان انا هقدر مثلا افق، هتصل الى الترجمه الفوريه، أو إن أنا أخطط رأسي إن أنا هبدأ أترجم في كتيبات وفي كتب وفي موسوعة وهكذا. ها؟ يبقى هنا نوع أو عملية التوسع من التخطيط للتطبيق للتقويم والتطوير، ده أمر مهم جدا 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 إن حضراتكم تتابعوه. طيب التقويم هنا ده أنا عايز المرحلة دي مرحلة مهمة أوي الحقيقة، وهي واحدة من المراحل، يعني هي والتطوير مهمين جدا، لأن عمل ممكن تلتحق بعمل، ولكن إذا صار العمل على نفس المنوال هو بتؤدي نفس العمل، ومبتحبش إنك أنت تجدد فيه، ومبتحبش تسمع للآراء الأخرى، وما لا ترى ولا تسمع للملحوظات، هنا هتظل موظف، يعني هتنتقل من مترجم إلى موظف. ولكن التقويم معناه ان انا بشوف والله انا حققت قد ايه من الاهداف اللي انا وضعتها. طيب الهدف اللي انا وضعته رقم 3 مثلا، انا عندي الاهداف 1 مثلا ل5، الهدف رقم 3 على سبيل المثال لم يحقق. لماذا لم يحقق؟ وهي معوقات التطبيق عندي. طيب المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ ومعنى كده ان مثل هذا الجدول اللي امام حضراتكم من الممكن انه يكون كخارطه طريق ليا للعمل. انا حابب ايضا قبل ما اترك هذه المرحله ان انا اسال حضراتكم، ممكن استخدم هذا الجدول ليس فقط على الخطه الخمسيه او ال10 سنوات، لكن انا ممكن استخدمها لقصيرة المدى ان انا اعملها 10 اشهر. في حد متفرغ خريج وهو عاوز ينخرط فعلا ويعمل شيء مكثف،
فيبدأ يعمل خطة مثلا من 10 أشهر أو من 10 أسابيع. طبعا أكيد أهدافك هتكون أقل، وممكن إذا الجدول بعد ما تخلصه تعمل جدول ل10 أسابيع أو 10 أشهر أخرى وهكذا. إذا هنا في حد يعني زي ما بنقول كده نفسه لا يستطيع أن يتحمل ل10 سنوات، يقول احييني بكرة، يعني أنا أجلس 10 سنوات يا دكتور عبد أتكلم 10 على 10 سنوات، لا لا، ده أنا على مستوى الأفراد بس أنا كويس أوي إن أنا أخطط ل10 أشهر، أوكي. اشتغل كمان لو حتى ل10 أيام، من الممكن إنك أنت تعمل الجدول ده ل10 أيام، إن أنا ممكن أخطط في اليوم الأول أعمل كذا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وإلى آخره. يبقى بالتالي هذه الجدول من 1 ل10، إحنا لم نسمي الواحد إيه هو؟ وحدة إيه؟ هل وحدة يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة؟ ومن هنا هو متروك لحضرتك وفق طموحاتك المهنية. الطموح المهني لا يوجد له سقف، هو إلى عنان السماء. اللي بيبغي إن هو يصل إلى قمة العمل المهني عليه رقم واحد إنه يتبع التخطيط الجيد، ويكون عنده مراحل تخطيطية، تخطيط قصير المدى وتخطيط متوسط المدى وطويل المدى. تطبيقيا انه يسعى لفرصه العمل، فرص العمل لا تاتي للكسالى الموجودين داخل المنازل ما بيتحس، لكن فرص العمل موجوده. ان لم يكن فرصه عمل هناك فرصه المشاركه في عمل، هناك فرصه التطوع في مؤسسات وكسب الخبره، التطوع هو ايضا تطبيق، هناك فرصه التدريب. إذا التطبيق، كلمة التطبيق هنا احنا ما قلناش ممارسة المهنة فقط، لكن قلنا تطبيق. تطبيق اللي حضرتك خططت له واللي حضرتك أعددت نفسك له، سواء عن طريق إعداد أكاديمي في الكلية أو أعددته بشكل ذاتي. التقويم، إن حضرتك ليك أدواتك، ممكن يكون التقويم ذاتيا، يعني أنا كده محاسبة، المحاسبة المهنية انا حققت ايه ولا ما حققتش ايه. الحقيقه انا هقول لحضراتكم على نقطه من النقاط انا عن نفسي بقوم بيها اللي هي التقويم الذاتي. عندي على الكالندر حد اليوم على المكتب موجود، انا بكون داخل عملي وانا عندي مجموعه اهداف احققها، باجي مع نهايه اليوم بقول انا عملت 1 2 3 4. طب انا كنت جايب 6 اهداف، في 2 ما اتحققوش، ابدا بقى احاسب نفسي ليه؟ هل دي الوقت ولا لظروف طارئه او لكذا؟ هيرحلوا لامتى؟ طب هيكونوا امتى؟ هل ممكن انتهي منهم في المساء؟ هل عندي وقت كذا ولا يعني اذا عمليه تقييم وتقويم العمل ده امر مهم جدا، انك انت تصنف وانك انت تقومه وتعالج الاخطاء امر مهم، وده اللي الحقيقه بيعمل تنميه مهنيه لدى كل الشخص. وبالتالي إذا كانت عملية التقويم عملية جيدة ورائعة فتأكدوا أن حالة التطوير ستأتي بلا شك. بإذن الله تعالى أرى جميع المشاركين في هذه الدورة كونوا أخذوا دفعة جيدة تجاه العمل في مجال الترجمة. أصبح عندنا حالة من الرغبة في الانخراط في سوق العمل في مجال الترجمة.